حرية الرأي والتعبير في اليمن هي أهم ما استعرضته فعاليات مجلس حقوق الإنسان اليوم، حيث استمع جمع غفير من ممثلي منظمات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الدولية لاعترافات وشهادات الصحفي يوسف عجلان وما تعرض له في معتقلات الحوثيين. في المناطق الشمال التي تسيطر عليها جماعة الحوثي لا يوجد إعلام، الإعلام من يتكلم مصيره إلى السجن. أنا كنت معتقل هناك، لا زال 13 صحفي معتقل لدى الحوثيين ويرفضون إخراجهم، بينما إذا شخص ضد الحوثيين أو يفضح جرائمهم يتم مباشرة إدخاله إلى السجن. جميع الصحفيين تم إخراجهم إلى خارج صنعاء. منظمات المجتمع المدني بالأمم المتحدة بجنيف طالبت مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة ومعاقبة كل المتسببين في قتل الصحفيين الأبرياء وتكميم الأفواه ومصادرة الصحف والاعتقالات في اليمن في إشارة منهم لقادة الحوثيين. هناك 300 حالة انتهاك ارتكبتها هذه الميليشيات بحق الصحفيين اليمنيين، 204 حالة انتهاك كانت من نصيب جماعة الحوثي للأسف في اليمن. هناك اعتقال، هناك اختطاف، هناك إخفاء قسري، هناك تعذيب حتى الموت صار لعدد من الصحفيين والإعلاميين. وهنا نود في هذه الفعالية وفي دورات مجلس حقوق الإنسان أن ننبه ونلفت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان المفوضية إلى ما يعانيه الصحفيين اليمنيين والإعلاميين من كثير من الانتهاكات في اليمن. هناك إغلاق للصحف، هناك إغلاق لمواقع، هناك إغلاق لمواقع عربية أيضا ملاحظة لهذه الجماعة، هناك العديد من الانتهاكات تطال الصحفيين والإعلاميين. استنكرت المنظمات الحقوقية بمجلس حقوق الإنسان تفاقم حالة انعدام الأمن في أوساط الصحفيين في اليمن، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مطالبين أعضاء المجلس بوضع حد لحالة الصحافة والصحفيين في اليمن. تكميم الأفواه والاعتقالات والتعذيب في سجون الحوثي هي تلك الحالة التي يعيشها الإعلاميون والصحفيون في اليمن. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.